طمني ام حول لشعيرني. والله يا ابو سطيف خسرنا الشرط. الله طولة قلت وخلصت، رحت على المقبرة لقيته قاعد عم يقلي البيضة ولف لي اياها صدري شيء طيب ادوها ما ناقصها غير شوية ملح من لك قطر. لك عراتك ابو ملعون اللي اشربتك ايش هو سم العدولي انت وياه. ايه يا ابو سطيف حطوا الخمسين متليكو حطوا الخمسين حطوا حقك. شهر الشهر الثاني شهرتك ابو ملعون اللي شواربك من وشك. لا بعدين خسر الشرط شايف؟ يلا اصبح رقيق يلا اصبح رقيق 25 بكنيك تبعي. ايوه والله يطلع لك انت 25 بكنيك. انا بس بدي اسألك سؤال. طب هاي الساندويشة شو هي؟ هاي ساندويشة لبنة لفت لي اياها الميمة قبل ما اطلع خبيتها بالشروال ديك. لا يا ابو الصيف لا رحت بصادي جد لبنة المرة الجاية رح تروح بصادي جد زيت وزعتر. يلا اسمع على خير وين تقطعوا له 25 متين عدوا.